سائق شاحنة. المشكل عندي سيدي، انا السيد سكنت عندهم من شهر 9، شهر 9 وانا كنخلص، كنت خدام كنخلص. ملي جا هاد الوباء قالوا لنا السلطه دخلوا لديوركم، ما يخرج حتى واحد. انا مرتي عندي المناعه، ما خصنيش نخرج. انا الدار شنقني، قلت لي تيفوت هاد الوباء ونخرج نخدم نخلصك. شنقني ملي شنقني، جاوا التهديدات، شي هددني من طاليان، شي هددني من هنايا، ولادو وبنتو من طاليان ونسيبو من طاليان، ولادو هنا قال لك غنجيب لك على الدار. مرتي مريضه، اضطريت بعت صالوني، طال عليا شاف صابون ب 24000، بعته ب 46000 وديت لي كراه اليوم. هذا السيد حقرني، ما عرفتش اش غندير، والله ما عرفتش غندير. غندير دابا من شهر 9 لهنا وانا كاري عندي سائق شاحنه، دابا ما خدامش، كي غندير السيدي تنخدم؟ الوباء كي غندير تنخدم؟ ما عنديش غنت، هددني خرج غادي نجي ولاك تما، غنجيو نبركو لك تما. جاو لي هنا هدوني، خلصنا ولا خولينا. قلت لي فين نخرج الوباء هذا؟ فين نخرج؟ ما عنديش فين نخرج، حتى نخرج نخدم ونخلصك. والو تكرفصوا عليا، وبدا اضطريت بيت صويرين وديت خلصتو اليوم باش نوقف. بيت الصالون ديال داري ها هو كتشوف فيه خاوي، طالع عليا 124000 بعتو، بعتو ب 46000 ريال، ديت لي فلوس وانا نحمد الله ونشكر الحمد لله. مرتي مريضه بالقلب والعصب، كان 600 درهم ديال الدواء ديال السيمانه كتكريدي لي هي مولا الفرماسيان هادي اللي حدانا في الدرب، وعايش مع الحباب وصافي، قسم يدي الله سبحانه وتعالى. عندي وليد عنده 5 سنين، ونعيش اخويا بالقدرة الالهية وصافي. قالت لي اسمح لي الشهر الجاي يفوت هاد الوباء، طلقنا على السلطان ونخلصوك، انا ما غنضيعوكش. قالت لي مراتي نعطيك الشيك ديالي، ما بغاش، ما قال لك والو تخلصني، انا باغي الفلوس. ولادو حيحوا عليا، بنتو حشومه عيب. هاد الشهر، هاد الشهر عندي من 12 12 يا مزدار ريال الحاله في نهار واحد. والو عندي من نهار 12 دخل الدار، نهار 12 كنخلص، نهار 12 وانا نهار اللي دخل الدار صار صلحتها ولي قلتها، وانا عارف شو حكا حضروا عليا وصافي. ما عندي ما غندير، ما عندي ما غندير. انا كاين مع هذا السيد من شهر 9، دخلنا نهار 12، كان ديك الساعات يلاه مسج عقوستي قلنا لي راه ما غادي نشدو الصار حتى نهار 18، انا باش نجيكم تعرفوا الصراحه. قالنا ماشي مشكل، النهار اللي غادي ندخلوا فيه حويجاتكم هو اللي غادي نحسبوا لكم. بقينا مع المشاكل ديما نهار 12، ما تيقولش 12 12، يعني ما دير في اي حاجه وجيبها. ملي جا هذا الوباء هذا الشهر اللي حبسونا، يعني من نهار 25 تحبس بنادم، نهار 8 فهاد الشهر في شهر 4 عيطنا، هضرنا مع السيد اللي مول الدار اللي كنعرفوه في الطاليان، قلنا ليه عافاك راه كاين وكاين هاد الوباء راه ما يمكنش نخرجوا. قالنا الا ما كانش هاد الشهر انا نصبر عليكم ماشي مشكل. فاذا بك نهار 12 تشي يجي يدق علينا هاد السيد الشيخ زعما خايد بنته، هاد نسيبو تيقول لي بحال هكا نسيبي. قالك لا انا ما نعرفكمش، انا اش دخلني في هادشي، انا عطوني فلوسي. مشى جاب ليه السي محمد التكلف وباع هذاك السويلين، واخا ماشي شي حاجه، المهم حنا كنا مستورين به وباعوا ليه وجاب ليه الفلوس عطاهم ليه. قال لي هاكا خذهم، قال لي لا ما بقيتش بغيتهم انا خوي ليا، ما بقيتش انا بقيت بغيت ما بقيتش بغيتك انا سيدي. انا كيما هاد الشهر قال لي انا دابا غير انا عطيتك هاد الشهر زعما صافي باش ما تقول حتى شي حاجه، انا واخا ما حضرتينيش حنا زعما بلاد الاسلام وانتو ما حضرتينيش خذهم وصافي، ما كاين ما عندنا ما نقولوا لك. ودابا لقينا مع مشكله، قال لك لا ما بقيتش انا ولينا بايعين الصالون وباغي نعطيو فلوس، ولا تيقول لك لا سيدي انا بغيتكم تخرجوا ليا من الدار، انا ما تنعرفش، انا ما تنعرف لا وباء لا حتى شي حاجه، انا تعطوني فلوسي بغيت فلوسي حنا ما تنعرفوش، حنا تما حنا ما كيعذروناش في البلاد برا، عطوني فلوسي. ولينا الدري بدا كيهضر معاه، قال لي انا كاين انا وخويا نجي نوقفوا لك عند الباب، علاه حنا مالنا؟ قالت لي روحي جيو كنا عند الباب، علاش دايرين
اليوم حنا جوقوا في عند الباب، وحنا دابا المصروف ديالنا والله غير زعما الحباب هذا يعطيك يعطي يخرج عنده يعطي 600 هذا يعطي 800 بحال هكا شويه للعائله، وداك الشيء راه كيعطيو ويجيبوا لك شويه الخضره شويه السكر اتاي. انا مريضه، انا متبعه مع الطبيب هنا في الجديده، القلب هو بزاف عندي، القلب الدقات ديال القلب تيضربوا بزاف، متبعه معاه وتسولوا على حنا ساكنين فيه حي المطار في إقامة سعد، تسولوا من الفورماسيان تقول لكم أنا كتساني فلوس، وما كتسانيش 50 درهم ولا 100 درهم، كتسنى 1700 درهم غير ديال الدواء، تنعطيها شي في شي في شي مرة كل مرة. ودابا زعما ما كاينش الله غالب، ما كاينش شي واحد يجي يدق عليك يعطيك، ما كاين ما جا عندنا حتى حد، ما عطانا حتى شي حد، الله سبحانه وهذاك تيلطف بينا وصافي مع الخوت ومع الحباب وهادشي اللي كاين.